واو ما احلاه جميل. بس انا لسه الاسبوع اللي فات كنت هون ما كانش كل هذا طالع، كيف هيك؟ واو ما احلى الطبيعه. واو ايش هذا؟ واو لونه اخضر، صوت خروف، كلب 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 كلب، احلاهم. واو جننوا. واو 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 حلوين، احلى الطبيعة احلى الطبيعة. ايش ما انت تحكي دودو محلي؟ تحكي مع حالك؟ واو سمعت الخروف؟ سمعته. سمعت خروف وكلب. خروف وكلب كمان؟ تعالي تعالي اقول لك وين امك. وين عمو صابر؟ وين بدك تورجيني خروف وكلب؟ خروف وكلب جي. وين هم؟ دور منيح. عمو صابر سمعت؟ سمعت. هذا انت. انا عمال بطلع عليك وشفت فكرت شوي هيك نقزك واشياء. اذا ما نقزني اصلا ايش كنت تحكي دودو؟ كنت اطلع على الازهار وكل هاي الاشياء. عم صبر انا كنت هون الاسبوع اللي فات ما شفتش كل هدول الازهار هيك طالعين وحلوين. قصدك الشهر اللي فات؟ صح الشهر اللي فات ما كانش كل هذا، كان كله صغير 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 صغير. بس احنا عشان هلا داخلين فصل الربيع. فصل الربيع كل الورود بتطلع. واو. والنباتات بتظهر وشايف هذا كل هذا قمح. شايف الازهار؟ بتجنن عن جد. شوف ايش الزهر هاي، تعالي شوفي تعالي شوف. شايف هاي محلاة الزهرة؟ واو خليني لطفها. انا بدي اطفها، انا بدي اطفها. لا يا دودو لساتها بيبي صغيرة، شو محلاها جد حلوة. بس ينفع اطفها حبيبي؟ بدي اطفها عمو صبر، بقول لك حلوة بدي اخذها معي على الدار. تاخذيها على الدار؟ انا عارف ليش بدك تاخذيها على الدار. ليش؟ تعال اقول لك. ليش؟ تعال اقول لك. عمو صبر جننتني. انا انت بتحكي انا بعرف. انت بتعرف ايش في عيد بالربيع؟ عيد؟ في عيد اللي بودوا الازهار لحدا مهم كثير كثير لحد حياته. انا بعرف مين عيد. أيوة. الازهار عيد. لا يا دودو. ولا عيد الام. واو والعيد نصكم. والعيد التم. هذا نصكم كله مدار الربيع. بس لا هذا كلياته بس هو عيد واحد يوم واحد. انا ايش باخذوا ورد يا دودو بقطعوه وودوه للماما. ماما بدهاش ورد يا دودو. ولا مامتنا هي الورد الحلوه. واو صح والله، بكفي نحترمها وندربن عليها. صح هذا اهم شيء. بس خلينا احنا باشياء. شايف هذا الورد وهيك حلو؟ شوف بالطبيعه ايش بيطلع. شايف الخضار هذا؟ احنا نلعب فيه هذا، تعرفيه؟ بعرفه. سوي هيك بنعمله سوي. عمو صابر انا بحبك. اثنين بس اثنين. جربي انت. انا بجرب. شوف انا بحبك. يلا يلا ضربة الدجاجة الممعوطة. انا بحبك. اربعة اثنين ثلاثة اربعة، هي وقعت هلا. انا بحبك اكثر. واو دودو. نعم خليكي هنا وشوفي قديش بدي احبك. قديش بده يحبني؟ عمو صابر بكفي. دودو هلا ضربت البطيخة. عمو صابر بحبك. واضح هيك بحبك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. واو هاي اللعبة أنا كتير بحبها. ماشي وبنلعب هاي اللعبة. وانت يا أطفال لما تكونوا بالطبيعة وشفتوا زي هذا زي هذا زي هذا زي هذا شايفينه؟ أربو 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 زي هذا هيك وبنلعب لعبة وبنقول مين بحب اكثر اي شيء بيخطر على بالكم. وايش كمان؟ وبس بترموه. بترموه هيك واحد اثنين ثلاثة. شوفوا محل الطبيعة. لحظة شوي نضمها منيح. واحد اثنين ثلاثة.
يا دودة لا عم صغير عن جد حلو على وجهك بقى لعب بتحبني كثير والله انا بحبك 15 مش بحبك 2 ولا 3 طيب لازم واحد يحب الثاني حب الناس كل الناس ربنا خلقنا اشكال وجنان ساعد الكبير انا عم صابر انا جيت لهون يا ولاد يا حلوين بحبه كثير ابسوا سبسكرايب ايوه وعلى الجرس كمان وعلى الدائره لاخر الفيديوهات بحبكم الى اللقاء.